الشهيد يحيى السنوار، هذا اللي انتشر الفيديو بكل دول العالم وعلى نطاق جدا واسع. الفيديو اللي صورته الكاميرات المسيرة وهو يدافع عن القضية اللي يؤمن بيها بآخر رمق من حياته. هو ما كان هامه أنه هو تنتشر صوره أو ينتشر الفيديو، هو كيف يلوح أو يدافع عن نفسه وعن القضية اللي يؤمن بيها. هو كان يهمه أنه يقاتل ويدافع بكل بسالة وجسارة. هو كان مجرد قائد حقيقي يحاول أنه يذيق العدو مرارة الخسارة، أن يحاول أن يوصل العدو لحقيقة انتصار الدم على السيف بمشهد النهاية. ما كان هامه كيف توصل صورته وكيف الناس تعلق صوره وكيف الناس تقتدي به، هذا كله ما كان هامه. اللي همه بالموضوع الأساسي هو أن يدافع عن القضية اللي يؤمن بها. وعلى هذا الغرار بدأت صور الشهيد يحيى السنوار تنتشر. وأول صورة إلى أو أول فيديو إلى في المغرب، مو مخرجنا بالمغرب؟ نشوف الفيديو؟ نعم نشوف الفيديو. الكيان الصهيوني حاول هو وحلفائه بالفترات أو من فترات طويلة أنه يتغلغل لحركة المقاومة ويوصل للقادة، وبالفعل قدر أنه يغتال أبرز القادات بالصف الأول. لكن هو ما يدري أنه هو بهذه حركته راح يصطدم بجدار فولاذي يحول بينه وبين شنو؟ يحول بينه وبين الكثير اللي راح يحلون محل القادة اللي اغتالهم. هو كان بالبداية من يحارب هو يعرف ويا من يحارب والمن يقاتل والمن يقاوم ويا من يتفاوض. الآن بدأ كل شيء غير واضح عنده، ما يعرف ويا من يتعامل. الأيام الجاية راح تثبت بسالة أو راح المقاومين يثبتون بسالتهم. حركة المقاومة بالفترة الأخيرة قدرت أو من سنوات عديدة أن هم يحاولون ينظمون صفوفها وقادتها وأيضا صنوفها السياسية والاستراتيجية والميدانية، وتخطوا مرحلة الاغتيالات. انتهى عندهم هذا الشيء، بدأوا بمرحلة جديدة، بدأوا بمرحلة مهمة ودقيقة. وأول شيء بدأ عندهم هم استهدفوا بيت نتنياهو بتل أبيب، وأيضا قتلوا قائد عسكري رفيع من صنف الاحتلال في جبهة الشمال.